بسم الله الرحمن الرحيم. 2021 عام جديد، يا رب كده اجعله عام نزيد فيه ما ننقص، ننجح فيه ما نخسرش، وننضج فيه ما نتشتتش. كل سنه وحضراتكم جميعا بخير، واولى حركات بقى 10 صبح في الاهلي في السنه الجديده 2021. يا صباح الخير عليك يا كريم، ونورت يا فندم. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. صباح الخير عليكي، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل طيب حضراتكم طيبين. اول حلقه لينا مع كل حضراتكم في السنه الجديده، يا رب تكون سنه خير، ويا رب نتخلص بقى في 2021 من كل الضغوطات اللي كنا بنعاني منها واللي ما زلنا بنعاني منها طبعا الحقيقه من اول السنه اللي فاتت 2020، ونتخلص بقى من كل السلبيات اللي حاصله، ونتخلص من الكورونا، وما نفتحش وسائل التواصل الاجتماعي نلاقيها صفحه وفيات او صفحه حوادث. بقت دمها تقيل جدا أوي فعلا، أوي أوي. فعلا ربنا يصلح الحال يا رب. وده ممكن كلامك ياخدني ان احنا كده نتساءل مع بعض، ونسال حتى نفسنا احنا اتعلمنا ايه من 2020، وبنخطط لايه ل 2021. فلو هنبدا، خلينا نبدا ببعض يعني سريعا كده. انت مثلا شايف يا كريم 2020 ايه الحاجه الاساسيه اللي انت طلعت بيها كدرس مثلا؟ عايزه كلام حقيقي، موضوع لا لا بجد. مش الكلام اللي بيتقال في الظروف المشابهه في البرامج. ان فعلا وطبعا احنا المفروض ان دي حقيقه وواقع، المفروض ان احنا عارفينه طول عمرنا، بس الظاهر ما كناش عارفينه قوي. فكره ان اهم ما في الحياه هي الصحه، بس كده. صح، فعلا يعني ثبت بالدليل العملي في سنه 2020 ان اهم ما في حياه اي بني ادم مننا هي صحته فقط، فول ستوب. كلام صحيح جدا. انا هقول لك ان انا طلعت ب 2020 كده، رغم ان دي كانت اكتر سنه تخنت فيها في حياتي كلها اكتر ما ربنا خلقني يعني، بس فعلا الصحه اهم شيء. وفكره كمان العيله، ان احنا انا يعني بشوف دايما كل حاجه وحشه بتحصل ليها زاويه ايجابيه. 2020 على قد ما كانت سنه وحشه، بس احنا لو فكرنا كده قبلها كنا دايما نقول يا ربي، هو احنا ما ينفعش نروح المدرسه من البيت؟ هو احنا ما ينفعش نشتغل من البيت؟ هو احنا عايزين نقضي يوم مع اهالينا حتى كامل بس مش لاقيين وقت؟ كل ده وفرته لنا على فكره 2020. فالسنه ما كانتش في المجمل سيئه، طبعا كان في خسائر كتيره بشريه، وكان في خسائر اقتصاديه، ولكن في المجمل لو بصيت وفي جوانب ايجابيه كتير برضو حصلت في 2020. نتمنى بقى ايه في 2021؟ نتمنى طبعا نمرش بالمرحله اللي هي الكئيبه او الحظر او الكلام ده كله، بس كمان ان احنا نحقق بقى طموحاتنا اللي ما عرفناش بسبب التوقف اللي العالم كله كان بيمر بيه في 2020. فباذن الله يا رب تبقى سنه خير كده، وكمان على البرنامج. عارفه بتمنى ايه كمان وانت بتتكلمي كده؟ سرحت. عارفه بتمنى ايه بقى في 2021؟ ان الوعي يزيد شويه، لان انا من ضمن المشاهدات اللي تعرضت لها كام يوم اللي فاتوا، طبعا التفصيلة اللي هكلمك عنها دي يمكن كل الزملاء والزميلات من الاعلاميين والاعلاميات قتلوها بحثا، لان هي الحقيقه ظاهره كونيه غير مسبوقه، وتقعدي قدامها واقفه قدامها عاجزه مش فاهمها. شفتي المنظر اللي حصل على كوبري ستانلي ليله راس السنه؟ بس كده، مش محتاجه اكمل كلامي. فاتمنى ان النوع ده من انعدام الوعي يختفي خالص في 2021، لان زي ما بيقولوا كده في مثل بالبلد كده يقول لك المشرحه مش ناقصه قتل. يعني ما معناه انا بتفق. عشان كده كنا بنقول انا وانت الاسبوع اللي فات ايه، مش عايزين نراهن على وعي المواطن فقط، لازم طبعًا يكون في اجراءات واجراءات صارمه، وفي نفس الوقت في ردع في القوانين، علشان اللي هيخالف ان هو بقى غيره يلتزم. نتمنى ده على كل حال. مش